حتى الآن لماذا لم تنجح كل المحاولات من أجل إنجاز ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية؟ والمواطن تابع على مدى السنوات الماضية المواطن الفلسطيني هذا الملف بكل شغف بداية، ومن ثم كان هناك حالة من التراخي في التعاطي معه، لأنه كما يقول الشارع الفلسطيني لم يحظى لا ببلح الشام ولا عنب اليمن. الحقيقة أنا اجتمعت مع قادة حماس وقادة فتح، وحاولنا يعني الأمر جدا سيء وفي حزن، لأنه فيش يعني ما لمست خلافات حقيقية، لكن اللي عم يحصل حاليا ويحصل منذ 14 عاما أو أكثر، ألا وهو أن هذول المسؤولين الموجودين هم يغلبوا المصلحة الشخصية والحزبية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني. لذلك لا أرى أي تقدم في هذا الملف للأسف، وكمية الوقت والجهد من 2012 أو 8 أو 10 12 سنة أو أكثر هي يعني كثير يعني تضاهي القوة أو الوقت الفترة اللي فاوضوا فيها الفلسطينيين الإسرائيليين. يعني الفلسطيني الفلسطيني يعني شيء مؤسف، لكن هذا الملف لا أرى فيه بصراحة باركة أمل حاليا، لأنه حتى يصير مصالحة حقيقية بدك قيادة، وهي القيادة يجب أن تنبثق من انتخابات شعبية مفتوحة حرة في الداخل والخارج، بحيث تخرج أو يخرج الشعب الفلسطيني طاقاته العلمية والاقتصادية والسياسية والصحية الموجودة بكثرة، ولكنها حاليا مشى. عرجتم على موضوع القيادة الفلسطينية الحالية، قيادة الفصائل أيضا، كنتم في زيارة لقطاع غزة والضفة الغربية قبل عامين تقريبا، عقدتم عدة اجتماعات كما ذكرت، وأيضا كما تابعنا هنا عبر الغد. في هذه الجزئية إذا امتلأت كل أسباب الرحيل بالنسبة للقيادة الفلسطينية الحالية، نتحدث عن قيادة الفصائل بمجموعها وأيضا النظام السياسي الفلسطيني حسب كثيرين، لماذا يبقى هؤلاء القادة حتى الآن؟ وذكرت أن هناك مصالح شخصية تغلب المصلحة الوطنية في التعاطي مع هموم الشعب الفلسطيني. طبعا هي انتخابات مطلب شعبي يعني وطني فلسطيني، ومن هنا يعني بقترح على الرئيس أبو مازن أن ينهي هذا الملف بإجراء انتخابات، وهي سوف تكون بصمة له، لأنه هذا الحكي يعزز من قوة الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية المنبثقة عن هذه الانتخابات الحرة ونزيهة للشعب الفلسطيني في المخيمات والداخل والشتات. هذا يحظى طبعا باحترام الناس أو الدول إقليميا ودوليا للشعب الفلسطيني ودعمه بقوة، ويعزز من صمود الشعب الفلسطيني، ويعزز كمان بناء مؤسساته سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو اللي هي مهمة لبناء دولة مستقبلية للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.